يوم الأربع اللي فات كنا عرضنا حالة طفلة محتاجة تعمل عملية في إيديها. البنت وهي بتتولد حصل خطأ طبي شدوها من إيديها، فالأوتار بتاعت إيديها اتقطعت وإيديها ما بقتش بتتحرك، وعايزة تعمل عملية في الأوتار بتاعت إيديها علشان ترجع تتحرك تاني. تعالوا نشوف الأول التقرير. أشرف حسين أحمد من روكسر، جاي ماسك حارس هنا. أنا مرتي راحت تولد في الشيش بولا، ودخلت خدت يومين الساعة 3 العصر، طلعت والدكتورة نزلنا البيت ودتها الحضانة. رح نزلنا لها لقينا دراعها مخلوع الوتر بتاعها كله. سألنا الدكتور قال لنا ده كانت يا هي البنتها يا الماء يا أمها يا هي نفد البنتها. سألنا بعدين الدكتورة قالت لا ده مني أنا ملخ ولادة. معي ثلاث بنات وولد. ولد طلعته من المدرسة عشان الوقت اللي مش مسامح معي فيه. أنا أشوف أصحابه في التعليم اللي دخلت المدارس وكبروا، وهو قاعد معي في أكله وشربه معي عشان أكله وشربه أخواته. أشوف أصحابه في التعليم وهو قاعد معي في البيت. هيصعب علي. انا اقوم الساعه 6 اودي بنتي المدرسه وارجع اغسل العربيات، واقوم اشوف الاكل ايش في العماره معي، شوية تراب شوية سيراميك أشيلهم، أي عفش أشيلهم عشان أوكل بيهم عيالي لحد الساعة 10 بالليل، وبعدين أخذ عيالي وأعشيهم اللي فيه النصيب ونخش ننام. دراحة واقف من الأول لين النهاردة ليها 9 شهور مش هتحرك، الوتر كله بتاعها مكتوم. أشوفها أشيلها قدامي مش هنام الليل كله مني عشان تكبر وتبقى زي أصحابها، تبقى بدراع واحد. ورحنا للدكتور وقال لنا انا عاوز منكم 28 اعمل لك الدراع العمليه بتاعت البنت.